العملية العسكرية يبدو أنها ستستمر لتحرير كافة مديريات محافظة مأرب كخطوة ثانية بعد تحرير مديريات محافظة شبوة، وبعد ذلك ستنطلق هذه العملية إلى محافظة البيضاء التي دخلتها بالفعل عدد من القوات التابعة للألوية العمالقة، وبالفعل تم السيطرة على عدد من المناطق. شك أن العملية العسكرية أخذت منحى جديدا، أو بمعنى أصح أننا بدأنا مرحلة جديدة من المعركة بعد أن انتهت المرحلة الأولى بتحرير مديريات شبوة. اليوم مجرد توجه قوات العمالقة في اتجاه حريب انتهت كل آمال وطموحات الميليشيا الحوثية في اتجاه مأرب.